أنا حامل بالشهر الخامس، أول حامل إلي، ناطرة بنت. بخصوص التغيرات الجسدية والنفسية اللي بتصير عند المرأة الحامل، تقلبات كتير بالمزاج، الغضب، يعني تعصب من أصغر الأمور، حتى من نفسها، يعني من شكلها، حتى هي واقفة على المراية أصغر أمور بتعصبها، مع أنه ممكن ما يكون في شي، يعني بس تقلبات مزاجية كتير بتصير عندها. أنا حبلي بالشهر الخامس، بالمبدأ معي صبي، يعني أكد 90% الحكيم. من أول ما صرت أنسنت كتير بلشت أنعس، حس بنعس كتير، دغري بتعب من حيالله شغلة، دغري بتعب، بكون رايقة 5 دقايق انطور بجن ما بعد عارفة شو بدي. هلا من ناحية علاقتها مع زوجها، هلا أكيد التقلبات المزاجية رح تعكس كتير اشياء بعلاقتهم بين بعض. هلا خصوصي انا، يعني انه بتطلع بلاقي هو عايش حياته عادي، وانا اللي بس بدي استفرغ، وانا اللي بدي اكره وبدي احب اشياء. فاحيان انا بفتعل مشاكل، يعني انه تنرفزوا معي انه لا احس فيه. يعني كمان اكيد هو من ناحية تانية بيبقى كتير متفهم، يعني خصوصي بس يشوفني تعبانة مريضة بصير بداريني، بحس فيني، بيقلي انه عادي مرحلة وبتقطع. يعني مزبوط بيقولوا المرأة الحبلة ما بتنطق، مزبوط ما بتنطق المرأة الحبلة لأنه تقلبات مزاجية. أنا جوزي الحمد لله كتير واعي، يعني عم بيستوعب يعني الأمور اللي عم تمرق، وبغنجني كتير أنا وحبلي لا الحمد لله، يعني بده يكون بس أهم شيء يكون كتير واعي على الوضع، وهي كمان بدها تكون كتير واعية قد ما يتقلب مزاجها. يعني فترة لحام إنه هي فترة صعبة، هلا قد ما إنها صعبة قد ما المرأة كمان بتحسها حلوة، إنه عم بتحس شعور جديد، بيبي ببطنها، إنه بتحس بالأمومة من وقت بتعرف إنها حامل. هلا بتصير كتير أشياء، يعني هلا أنا كرهت أشياء أكثر ما حبيت، كأكل كرهت كل الاشياء الحلوه فيها السكر، وهيك الاشياء الحامضه اكثر كنت ميل اكلها وهيك. هلا من ناحيه العلاقه مع الزوج وهيك، انه حتى البارفان تبعه كرهته، بارفان انا معجون السنان ما اقدر ابدا شم ريحته، ريحه النسكافيه، كابوتشينو، كل هالاشياء هي ابدا ما دقتها، يعني من اول حمله. بجوع كتير مبلا، بجوع كتير. هلا بالنسبة للقصص اللي عم توهم عليها، بحياتي مش أكلتها، يمكن بيبعد عنا سفر سنة مثل ما بقولوا. هلا صرت عم باكلها عم بشتهيها، بس أكتر شي وحامي على الحامض، بحمل الحامضة بكدشها. إذا بلاقي مرطبان كبيس ممنوع حدا يقدره، يعني مرطبان هيدا لإلي، ممنوع حدا يقرب على شي اسمه حامض، خل حامض كل شي. بيصير في حكي كتير انه كلي هالأكلة وزبيب عسل والسمك وما بعرف شو، انا كرهت السمك بحبلي، يعني ما اقدر اكله ابدا. فانه كنت احيان اشياء اللي بتغذي عن جد كرهتها وهيك، انه عوض بالفيتامينز، يعني عوضها اشرب ادوية وهيك. الناس قالوا لي انه عم تاكلي كتير حامض، اكيد معك صبي، مع انه يعني نحن هلا بعد ما تاكدنا. اوعى تتوهمي على شيء انت وماشيه بالسوق وما تاكلي منه، اذا حكيتي بيطلع شهوه. يعني العالم كثير 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 عندها خرافات، مثلا المره الحبله بتاكل عن شخصين، لا ما بتاكل عن شخصين، بعدها وقعتي هي ذاتها. ايه بتاخذ وزن عن 4 اشخاص بس تاكل عن شخصين، لا بتاكل عن شخص واحد. يعني من اول ما تحس المراه انه في بيبي ببطنها وهيك، ف شعور حلو، بتصير بدها تحدثها، بدها تحكي معها، خصوصي لما تحس بحركتها، يعني فما فيها يعني انه هي عم تتحرك، لا بدي احكيها، بدي احدثها، بدي خبرها شو عم بتحسي هلا. واكيد بسمع موسيقى هاديه، وانه بقرا انه بتسمع هي معي هالاغاني هيدي، فبعد بتصور انا انه شو عم بتحس هي. أحيانا بيكون أبوها مثلا حد إنه بيقول له شو عم بتحس هلا هي، إنه عم تسمع معنا، عم تسمع حكي أنا وياك. على طول بحكي معه أو معه بعد ما تأكدت. على طول بحكي، وعلى طول بحط ميوزيك رايقة كتير وناعمة، بحط كل شيء طرب.
إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبة الرسمية Turn on notifications لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.